السلام عليكم اصدقائي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. رجعنا لكم فيديو جديد مثل ما عودناكم على طول يكون في فيديوهات. فيديو اليوم فيه جلد، فيه حماس كثير، فبتمنى يعجبكم الفيديو. بنص الفيديو صار بنص الجيم ونحن عم نلعب، صار في تحدي بين سكوادي وسكواد جماعه ثانيين، فكان التحدي حلو. فيه صار يضربونا حكي ويحكوا علينا وصار يتحدونا على العام، انا والشاب اللي بيان من سكوادي، فصار جماعة سكواد تاني يحكي على العام ويتحدى سكوادنا. والمهم صار في كتير خلافات، فهن طلبوا منه انه نحن ما نواجههم غير لان يخلصوا المواجهة اللي بينهم وبين السكواد اللي مقابلهم، فاستنيناهم لحتى خلص المواجهة بيناتنا ونحن واجهناهم. فكان جيم كتير حلو، شوفوا شو صار بالفيديو. خليكم مع الفيديو، مشاهدة ممتعة. قبل ما اترككم مع الفيديو، اذا كنت اول مرة عم تتابعني لا تنسى تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس لتشوف كل فيديوهاتنا الجديدة وفيديوهاتنا السابقة. وبدي منكم دعم للقناة اخواتي، وبحبكم كتير وانا فيكم بكبر وانتو عائلتي تانية، فبتمنى انكم تدعموني. وما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس اذا كنت اول مرة عم تتابعني. وهلا بترككم مع الفيديو، مشاهدة ممتعة والسلام عليكم. سكولك مرة I got supplies. I got supplies. شوفوا تعال نتقدم على السكواد الثاني، في سكوادين كمان. جون بس اعطي دم لمصطفى. وين مصطفى؟ مصطفي معك. تعال تعال عندي هنا، قول بدي دم يعني احكوا. تعال اي دم تركت لك هون. كودين هون. بالبيوت بالبيوت بالبيوت. هذاك البيت. معه سكوب عالي. Form up on me. دمجته دمجته، حدا يعالجه انا رح كبر. اوش واحد. اوه فنشوا فورا يا زلمه، بس بيفنش. ازبني ازبني ازبني. يلا يا سعودي، مشان مره ثانيه لا تفنش، مشان مره ثانيه لا تفنش. هاي مشان التفنيشه. بيطلعوا عن ابوكم يا عرقرق يا زلمه، ما بيعرف يلعب. عن ابوك يا عراقي. نوبات ولا نوبات؟ ايه بتاوه والله عراقي. خلاص يلا بتاوه عراقي. بتاوه تحنش يا قائد الطياره. يلا يلا نرجع لللوبي. على اللوبي ترجعوا. عند ام اللعبه صاير من ورا الحائط عم تتجمع. يلا على اللوبي. يلا يلا اللوبي. ارجع يا سعودي، ارجع لللوبي. لك ما بيعرف يلعب، والنوبات ولا النوبات. بس فنش.
نحن وقعنا منهم ما فنشنا حدا. نحن بالدائر. في حدا يمينك. يا زلمة بس يفنش يا زلمة والله حرام. لعب النوبات. شو استفادوا مثلا يعني شو استفاد؟ والله يا زلمة كلهم شاحنين مصاري وطالعين الأول على السيارة وما بيعرفوا يلعبوا. في واحد عندي. عليك. أول على السيارة على الفاضي. Excellent work. روح عجيب. هذا بوت سو هذا بوت. روح روح اجس فود علاجات من عندي. اجا شايف هذاك الصندوق؟ روح لو البادي شوتر انبطح اكيد انتبهوا سيارة هاد هو منبطح هاد 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 غير الله ما بيطالع عم بالعشاء يلي شو بقوم بلاي؟ دير بالك في واحد منبطع والله كفي كم برا والله ضربتك كم ليك 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 بقى في واحد قوي امينكم هذا وقعته بس بقى واحد الله بيكون هيل صديقكم راح المايك في وراكم كمان يمين وهي صاحبه صاحبه هون صاحبه بالبيوت لا تفنش الا ما يجي لعنده بدمك لبين ما يجي كيف خليه يجي باقي واحد لسه في العم تيم ثاني هذا صديقهم صديقهم يمكن لا هي واضحين هني البيت هذا الدرج بالنص دير بالك
تحت، واحد تحت، واحد يجم تحت. حبي دمك هو بالغرفة، ها استناك بالغرفة هون. لا لا كفو كفو حقني. ايه ايه يلا ارجع لللوبي واسكت. حبيبي اسكت اسكت وارجع لللوبي. ايه ما حدا فنشك اسكت. لحظه لحظه وين متت انت؟ وين متت؟ عندي طلق اخضر ما عندي. اها اوكي اوكي. لا انت بعيد بعيد صديقي، انت بعيد. هيك ما اظن ضاقر اظن ضاقر تمام. ما خطاتها هذول اللي عم احكي عنهم على الجسر. يعني عجبك خارزي عالج. ايه في تيم، اذا تيمك عايش خلي يجوا. ليش في تيم حتى يجوا؟ روح لوتن هدول ضربها مو بندج. يلا يلا خلي يجوا على الجسر. حاول يا اخي بس ما طار الزون عليها. انت وين جماعتك بالرزوق؟ اه فلسطيني. هيل لا تلوت. هيل يلا خلي يبقوا بالرزوق، هلا اصدقائي بيجي لعندهم. ما كل هدول ما في كيس دم كبير. تعال ما في دم؟ لا في ماي فرست بس ما في كبير دم كبير. يسلموا. في سكواد وروزوك اذا بتلحقوهم. هذا اللي اسمه جوكر من تيمك؟ آه يمكن نوك واحد من تيمك ما؟ مشتكينهم بروزوك ما؟ خلصوهم قهرمان. في بيت على يمينك استلمه بالزون. استلم البيت ولا عاد تطلع من البيت، لانه هلا الكمبتشي كلهم تيجوا يتكمبروا هون. يمينك قهرمان، بس طلع على يمينك، طلع على يمينك، كم سيارة مقلوبة هنيك، انقلبت هنيك. ايه باقي اثنين سكواد. ايه كنت عم شوف بس ما بنسى حتيمك يجي، لانه راح يصيروا التنظيف. راح يصير التنظيف. سارة عم تنتقم منه. في دروب نازل عم تشوفوه. يلا نحن على الدروب. قلت لك عم تنتقم منه. ليش تركناها؟ روح على البيوت فورا، هن راح يجوا على الدروب كمان. يمكن خذوا درع وخوذه وروح على البيوت. احنا عند الدروب هلا عاليين. لابسه القنابل تركتك اذا حدا يجينا. يلا اذا هم كفوا خلي يجوا. لا مو نحن. يا اخي يا جون طول بالك على سلامه، بلكي ما بدهم يجون. نحن عند الدروب عند شلتر. قهرمان قهرمان شلتر على النفق يمينك وراك. في عند الشلتر في أيوة. سباكات يمكن في درب ناحية.
عم يقولوا انه في قيمة القيامة علينا يا زلمة، كل اللي بقيانا لا بكون عم يستنونا. لا بس هذا عم يمدح بحاله شوي، عم يمدح بسكواد، ومشان هيك هذا هو واحد مجرم اسمه. اوه في كيس شال، اوه ايه كفو والله. فاتحة فاتحة. قول له وين انت؟ هلا انت وين؟ هلا حاليا انت وين؟ جاي لعندكم. وين 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 بالضبط وين؟ قدامك اني قرب. قدامي الشيلتر هني عم يقول. ليكو ليكو ليكو. ليكو. ايه يا ابو لوم. يلا عادي مو مشكلة، ما نحن كمان عفناكم. عفناكم لبين ما تخلصوا اللي عندكم. عشان ما تقولوا غدرونا وعم نحن مشتبكين وما بعرف ايش. خلصتوا من التيم هذاك وخلص بلشت الاشتباكات يعني. قهرمان حاول ترجع الدائرة. قدامك جو على الباقي قهرمان. ليك عم يدخل الزون. واعي الزون. هاي دخل الزون. قهرمان يجي الزون. هو راح لتحت. ما عندك سيارة؟ ما وصلت ما محرس. اركب وتقدم لجوا، تقدم احسن. فوتوا دايرة دغري مشان هم بس اثنين اصدقائي، هم اثنين. عدروب عدروب عدروب. وقف تاتا عند دروب. في لاك قوي. ليك وقفوا هنا احسن، عندكم كبس. هذا هو سامي نزل جوكر. شوف غدا هلا بدهم يتفرجوا عليكم. في جوكر ثاني شيء او خورطي واي هي اخر الجيم يعني اخر الجيم. واو هذا الثاني خالصين خالصين خالصين. كيف خالصين؟ اللي بالاحمر خالصين هذول البياعين اللي كانوا يضربوا عليهم. ايه تيمون خالص. قدامك نقرمان. يلا كفو. قدامك خوت كفر. اما شيل اخلاق. شباب معكم تيم يوتيوبر قهرمان كردي. او انت حاول تجيبه. اسمعني في العام. ان اثنين دير بالك. بعدك موجود ولا؟ هيك وليك ونام. لف لهم اليسار احسن. عندي اعطيته واحدة كمان بالهو. ايه واحد يسارك دير بالك ان اثنين. اكيد بكونوا تحت اثنيناتهم. هيك ومبين. يسار شجرة. اضربه اضربه بال M4. لا كان مبين. عليكم جسمه مبين. يلا باقي اخر واحد. جبت واحد باقي واحد قهرمان. ليك 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 هذا قالك بقيان واحد ثالث. اه لسه في واحد. لا كفو دمه قطرة. كفو كفو وحش. يلا كفو عليك. هاي سويناهم صناديق ورجعناهم اللوبي. كلنا راح نسويكم صناديق. قلت له ما بنصحكم تجوا ما سمعوني. يلا يلا كفو.
انتو كمان ارجعوا لللوبي خلص.